تستورد الحكومة سعر لتر المازوت بواحد دولار. اليوم بواحد دولار، نحن كنا عم نبيعه بخمسة وثلاثين لحد أسبوع. 35 للمية وثمانين، أي ندعم بخمسمائة بالمئة. الحكومة تدعم المازوت برقم 500%. والبنزين سعره دولار، نستورده، نحن عم نستورده استيراد عم نقول. كمان سعره دولار. عم نبيعه ب 80 عم ندعم 100%. الغاز سعره 12 دولار. حقه 2200، كنا عم نبيعه ب 400. يعني بندعمه 500%. الفيول كنا عم نبيعه ب 13.5 وعم يكلفنا 62، عم ندعمه كمان 400%. اليوم سعر كيلو الرز عم نبيعه بالبطاقة التموينية والسكر ب 15 ليرة سورية، يكلف 100 ليرة على الأقل. نحن ندعمه ب 600%. الطحين يدعم ب 1200%، 12 ضعف من 8 ليرات وربع لل 100 ليرة. الصحة مجانية، التعليم مجاني.